دلوقتي بقى انا عملت تتبيله كده سريعه عشان نتبل السمكه نفسها. في الكبه حطيت عندي هنا ثوم وفلفل، هو يفضل لو فلفل احمر هيكون لون احسن، بس الموجود فلفل اخضر. وحطيت ثوم وفلفل اخضر وكمان ليمون وشويه زيت صغيرين والملح وكمون وفلفل وبهارات السمك. تمام، قلت الليمون خلاص. تمام ده كده بسرعه، فهتبل كده اللحمه معايا كده من جوه. عشان الخلطه اللي احنا هنحطها على الوش مش هتوصل قوي لطعم اللحم، فاحنا عايزين اللحم يبقى معانا متطعم، فيفضل ان انت تتبليه كده وتسيبيه كده في التتبيله ربع ساعه قبل ما نجهز الحشوه اللي هنحطها على وش السمك. سبت هنا خلاص التتبيله، سبت السمك هنا في التتبيله وجهزت معايا الخضار او الحشوه اللي هتنحط على السمك من فوق. عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن جزر مبشور وفلفل الوان، لو متقطع مكعبات يكون افضل عشان كله يبقى قد بعضه، بس ده كان عندي في الفريزر فطلعته واستخدمته على طول. عندي برضو بصل مكعبات، طماطم مكعبات، وهنا عندي دي كزبره خضراء بس كانت في الفريزر برضو، وعندي خضره هتضيفيها. هنضيف ايه تاني طبعا على الخضار الجميل بتاعنا ده؟ هنضيف هنا توم، بصوا كده ايه يعني 3 فصوص توم، مش عايزه اكتر التوم قوي لان احنا مطعمينه بتوم هناك. وهضيف هنا عندي الليمون، طبعا ده كله هيتقلب مع بعضه. هاخد كده عصير ليمونتين، طبعا الكميه اللي انا عاملاها دي 2 كيلو يا جماعه، ده السمك 2 كيلو برضو عشان اللي عايز يعرف المقدار بالظبط. طبعا هو الخضار بيبقى كتير اللي بتعمليه لان دي الحشوه بتاعته او اللي بتنحط على الوش، هنشوفها طبعا دلوقتي مع بعض. فاخدت كده عصير ليمونتين، هضيف عندي هنا الملح، ده انا هملح هنا الخضار بس لان الراعي ان احنا مملحين السمكه نفسها. وهضيف عندي هنا الكمون، هضيف هنا 7 بهارات من السبع بهارات دي، فدي جميله وفيها اصلا فيها توم باودر تبقى طعمها حلو مع السمك، لان انا حاطه هناك بهارات سمك فكفايه احط هنا 7 بهارات. نقلب كده بقى الخضار الجميل ده كده بتاعنا مع التوابل والملح. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض ازاي ان احنا هنلف السمكه في الفويل ونحط عليها الحشوه. بجيب عندي ورق الفويل، تمام كده الجزء على قد السمكه. طبعا عشان الاكل ما يلمسش معانا الورق الفويل مباشره فهحط هنا عندي ورق زبده. هاخد معايا السمكه متبله واحط هنا الحشوه، خضار جميل ومتبل بقى وبالتومه والتوابل والبهارات. عشان كده بقول لكم بنكتر الخضار عشان بنحط كميه كويسه كده على السمك. عامله 3 حبات من الطماطم و3 من البصل والجزاره كبيره مبشوره والخضار والتوابل. خلاص كده حطينا كويس، نبدا بقى نلم ورق الفويل على قد السمك. بتلم كده بس ما تحطيش حاجه على السمك، على قد شكل السمكه بالشكل ده او الشكل ده، بتشيليها بحركيها ما فيش اي مشكله. رصيتهم كده، حطيت في الصاج ده وحطيت في الصينيه. بصوا بقى كده هنا على الوش بقى شويه زيت صغيرين، بسم الله. طبعا احنا يعتبر ما فيش اي ماده دهنيه كده حطيناها، ده طبعا كده صحي وخفيف وسهل للناس اللي مش حابه بقى مقلي وكده، ده يبقى مشوي. شويه زيت صغيرين على الوش بس بقى على الفرن. هنروح جري بقى على الفرن اللي احنا مشغلينه من فوق ومن تحت، ما فيش ربع ساعة ويطلع معانا السمك ونشوفه مع بعض. السمك دخلته الفرن على طول. هنا البصلة حطيتها عشان هعمل رز صيادية، فالبصلة ان شاء الله تتحمر معايا وانزل عليها بالتوابل والصلصة والمية المغلية، وبعد كده انزل بالرز. حطيت خلاص الملح والبهارات على البصله بعد ما اتحمرت والطماطم المبشوره، هخليه كده ياخد غلو وبعد كده انزل بالرز. الرز خلاص هنا بصوا ما شاء الله مفلفل وجميل واستوى خلاص، ده لونه لسه طبعا مبخر لسه منزلاه حالا. وعملنا السلطه وكمان هنا السمك طلع ما شاء الله جميل. بصوا الارضيه ما بتتبهدلش خالص، يعني ممكن انت بس بتغسليها غسله سريعه بعد ما تخلص، بصوا مفيش اي مشكله كله هو مستوي ومتحمر وتمام التمام.
جربيه بالطريقه دي ان شاء الله تدعي له تاكلي احلى سمكه بوري جميله جدا. طبعا هو اللي بتجيب الحجم، سواء هتجيبي كبير او صغير، انا جايبه وسط يعني الاربع وحدات بيطلعوا كيلو او الثلاثه، يعني انا جايبه السبعه على بعض 2 كيلو. عايزه اقول لكم كمان ان الحوض ما فيهوش معلقه، كل المواعين الحمد لله اتغسلت، يعني انا خلصت الغداء اي حاجه بتتبهدل معايا، اي حاجه مش نظيفه اقوم غسلاها على طول. اغسل معونك لين يبقى عليك هين، يعني اول باول كل حاجه اتفضت، كمان الوراك والبانيه كله برضو اي حاجه منوع فيها، والحاجات اللي اتغسلت فيها السمك عقمتها طبعا واستخدمت الخل، وكل المواعين اللي انا استخدمتها اثناء ما انا في المطبخ واثناء ما سردت الحاجه والكلام ده كله اتغسلت، مفيش اي حاجه، بحيث اطلع من المطبخ نظيف والحاجه كده تعمل على طول اول باول، ما تسيبهاش تراكن عشان ما تبصش معاكي وتاخدش معاكي مجهود، الحاجه بتتعمل على طول ما بتاخدش معاكي وقت. بس ده كان فيديو النهارده، بتمنى ان هو يكون افادكم ويكون عجبكم، اشوفكم على خير فيديو جديد، وسلام عليكم.